السلام عليكم. عليكم السلام. انا طالبه في كليه صيدله. اهلا وسهلا. هو انا كنت عايزه اتمرن عند حضرتك هنا، ينفع؟ ينفع؟ ينفعش ليه؟ متشكره جدا يا دكتور، بس كنت عايزه اسال حضرتك، هو ينفع التمرين ده يبقى باجر؟ لا طبعا ما ينفعش. في الحاله دي ما يبقاش اسمه تمرين، يبقى اسمه شغل. الشغل حاجه والتمرين حاجه تانية خالص. هو ايه الفرق؟ الفرق يا ستي، البنت اللي كانت بتشتغل معايا لسه ماشيه النهارده، وهي طبعا بالاضافه لبيع الدواء وصرف الروشتات كانت بتنضف الاجزخانه وبتمسحها. فلو ده يناسبك انا هديكي 300 جنيه في الشهر لحد ما تحفظي الدواء وتتخرجي، وبعد كده نبقى نشوف. المواعيد عندنا من 10 صباحا ل 8 مساء. قلتي ايه؟ موافقه. تحبي تبتدي من امتى؟ من النهارده، من دلوقتي لو حضرتك تحب. يعجبني حماسك يا دكتوره. اتفضلي معايا عشان اوريكي نظام الاجزخانه. اتفضلي. بصي يا ستي، تحت هنا ادويه الشرب، هنا التابلتس فروم اي تو زد، وبعد كده الانتيبيوتكس، وبعد كده الفيتامينز. اوكي اوكي. جاي ملت طرمبة البنزين، كنت بشوف اذا انت هونيك ولا هون. طب ثانية واحدة بس اجيب الكشاف ونروح سوا. نيروانا، مفيش أي حاجة يا مدام، هتلاقيه كان كلب ولا قط. ما بعرف، بس أنا بعدني قلقانة. يا شيخة صلي على النبي، قلق إيه بقى؟ تعالى أنا أوصلك لحد أوضتك، وغير هدوم وأرجع أقعد أنا لحد الصبح. أنا كده كده نومي خفيف يعني. حمادة؟ إيه؟ سامع؟ لا، سامع حاجة. سامع هالإيقاع الممل ملي المكان. عم يملي لي قلبي برد. خوف. أنت شكلك مش رايقة النهاردة. حاسة بملل فظيع. حاسة إني رح أختنق. كل شي هون عم بيزعجني. اكل عيش، وقال انا مرتاح هنا اكتر ما انا مرتاح في بيتنا اساسا. يعني انت مبسوط هون؟ طبعا. حتى لو صار لك عرض بشي فيلم سينما او باعلان؟ صدق الكلام ده يا شيخه.
عايز ايه هلا؟ ايه ايه مين ايه؟ شوفي اللي عم تضربه يا حماده. شو صار لك جنيت؟ هيدا ماك ابنه لجورج؟ ما كل ما بيجي بيعمل مشاكل. So what's your point of view? حماده غسل له السياره وفولها بنزين. بليز اسمع الكلام. ماشي. It's possible. كنتش جاي اساسا. ليه شو صار معك؟ صراحة ربنا يا مدام متضايق من الاسلوب اللي انت بتعملي بيه قدام ماك ده. وانا ما بتعجبني الطريقة اللي بتلخبط فيها الامور على بعضها، وما بتقعد عارف حالك شو عم تعمل. يلا انا حطيت زيت على البنزين، ده واحد رخم وش مشاكل، وكل ما يجي يعمل مصيبة، وحضرتك أكتر واحدة تعبت معاه. ايه مظبوط، بس ما لازم ننسى ان ابنه لجورج. عندك حق. هو فين عم جورج صحيح؟ ما بياكلش معانا ليه؟ راح يتمشى شوي، متضايق من اللي صار مع ماك. شفت بقى ان انا كان عندي حق؟ طب وبعدين هنسيبه كده لوحده يعني؟ الله؟ طب انا هنزل اجيب. حمادة ما في منه هيك؟ ايه يمكن. قفشتك يا عم جورج. مالك يا عمنا بس؟ يا بيجم يا عم فكها وصلي على النبي. عندنا في مصر يقول لك ايه؟ تبات نار تصبح رماد. Мне кажется, что мои дни подходят к концу. فكها فكها بقى بابا. Ты сказал, баба. О. Энте, Юр, баба. Табан, я амин, энте буя. Ялла, ба, ахсан, я халасу лэклю, бааля кэда, я нэндам. Экл. Я халасу нирвана у лина. Ялла. Пошли. Ялла, пошли, пошли. تحب اساعد حضرتك في حاجة؟ ايه الكرتونتين دول؟ اكيد حضرتك الدكتور مروان. ايوه دول المندوب جابهم وفاتورتهم على المكتب. طب وما رستهمش في مكانهم ليه؟ انا قلت استنى لغاية لما الدكتور يجي ويشوفه. اي دواء بيخش الصيدلية بيجي على اوردر، يعني احنا اللي طالبينه، يا يخش يتخزن جوه في المعمل يا اما يترص على الرفوف، وما يتسابوش بره كده. حاضر. والرفوف مالها مش نظيفة ليه؟ احنا مشينا البنت اللي فاتت عشان خاطر موضوع النظافه ده. حاضر. انت رايحه فين؟ هنضف الرفوف. انا قلت الكرتونتين الاول وبعدين الرفوف، كلامي يتنفذ بترتيبه. حاضر.
يابا متربس بمفتاح. يا سلامة استنى هنا. خد دول. ايه دول؟ هتبيت في المحل مش اتفقنا على كده؟ لا ما اتفقناش، انت قلت لي بس انا اسكت. انزل يا سلامة ربنا يهديك. طب انا اخش اوضتي اقفل عليا مش هتسمع لي حس. ما ينفعش، لو انت اللي كنت اتجوزت كان زمان انا دلوقتي في المحل. يلا بقى بلاش سقالة. طب هنام كده من غير مخدة؟ مخدة. انت بتعمل ايه كل ده؟ يا لهوي انت هنا يا سلامة؟ ايوه هنا. انت ايه اللي خرجك؟ خش جوه يا خويا. خشي اتفضل، ادي المخده. ما اشوفكش الا بعد اسبوع. اسبوع؟ 10 ايام. يلا بقى ما تبقاش رخي. اسبوع يابا. اسبوع 10 ايام. دقوا المزاهر يلا يا اهل البيت تعالوا تلات جمع ويوفق والله. ايه يا سمسم؟ عايز حاجه قبل ما اشطب؟ شكر يا حسين. يا اخي انت صعبان عليا قوي، ما كنتش عارف انك هتهون على العم فرغالي بالسهوله دي. يسيبك في الدكان كده تنام لوحدك؟ لا حول ولا قوه الا بالله يا اخي، عيب عليه قوي. يلا كل واحد بياخد نصيبه. عقبال ليلتك يا سمسم، انا اجيب لك علبه على حسابي. دقوا المزاهر يلا يا اهل البيت تعالوا. يابا 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 يا فرغالي. في ايه يا سلامة يا ابني؟ مفيش حاجة يا ام مصطفى. تعمل كده في ابنك برضو؟ دي عمايل تبعدني في المحل وانت بعيد فوق على سريرك؟ طب ده يرضي ربنا ولا يرضي مين؟ يا فرغالي حرام عليك رمية ابنك في الدكان. هي الناس مبقاش عندها دم ولا ايه؟ سامع يابا؟ الناس ما غلطان. شفتي يا اختي الراجل اللي كنا بنقول عليه عاقل؟ هو جرى ايه في الداني؟ هي الناس خلاص ما بقاش عندها قلب. سامع يابا؟ سامع الناس بتقول عليك ما عندكش قلب؟ افتح يا فرغالي الباب لابنك، حرام عليك ده برضه ابنك ضلع. هي دي الامانه اللي سابتها لك ام سلامه؟ رايح حالا يا راجل. عاوزين نبيت معايا ابني اللي زي الشحت في ليله دخلتي، ولا انتوا بتصدقوا جنازه وتشبعوا فيها لط؟ اتجوزت يا ابو سيبني من غير جواز؟ اتجوزت ودخلت دنيا وانا حتى ما عطبتهاش. يا سلامه انت بتفضحنا في الحاره. اتجوزت يابا؟ اتجوزت وسبت ابنك الغلبان اللي عاش خدام طول عمره تحت رجليك؟ طب قسما بالله العظيم لو ما خرست يا ابن الكلب لانزي احشر كل الجزم القديمه اللي في المحل في زورك. فرقت علينا الناس يا ابن الهبله. خش المحل. ديو وحشتيني. وانت كمان عامله ايه؟ الحمد لله. كده ما تساليش عليا ولا حتى برنا. والله كنت مشغول. ماشي انت عامله ايه؟ ثانيه واحده افندم. فين فلوس الروشته اللي فاتت؟ اتفضل. طب ممكن تجيب لي كوبايه ميه؟ نعم. كوبايه ميه اشرب، صعبه دي؟ حاضر. يا اهلا يا اهلا، يا نهار ابيض ده احنا زرنا النبي والله. ازيك؟ اخبارك ايه؟ حضرتك تعرفني؟ اه طبعا اعرفك. مش انت زميله حوريه في الكليه؟ ده انت شكلك نجمه في وسط دفعتك. ميرسي يا دكتور. الميه. طب ثانية واحدة بس. ايه ده؟ الكوباية مالها مش نظيفة ليه؟ ده انا غسلها بنفسي. بنفسك بتوكيل؟ الكوباية مش نظيفة. ممكن تغسليها تاني؟ حاضر. بعد اذنك. لا لا بعد اذنك ايه؟ ده انا ما صدقت ان انت جيتي. ده اليوم كان وحش قوي النهاردة. اه والله. شوفي بقى انت محتاجه ايه من الصيدليه، والصيدليه كلها تحت امرك. لا انا كنت عايزه حريه بس واضح انها مشغوله. طب استني بس، برفانات؟ طيب اي حاجه. الميه. شكرا. ممكن افهم انت بتعمل كده ليه؟ عملت ايه؟ ده انا طلبت منك كوبايه ميه عشان اشرب.
عادي يعني. انت قصدت تحرجني قدام صاحبتي، بس اذا كانت هي دي طريقتك علشان تطفشني فانا ممكن اسيب الصيدليه عادي ودلوقتي حالا. استني بس يا حوريه، بصي طيب هقولك يا ست فهميني، انا ما قصدتش حاجه من اللي انت فهمتيها دي. انت اللي واخده الموضوع بقى بحساسيه زياده عن اللزوم بقى بصراحه. ممكن تسمعيني طيب؟ مش بكلمك انا. بتحب البحر؟ هو ده بحر ده؟ دي ترعه. ده يجي ايه في بحر اسكندريه؟ عن جد حلو البحر في اسكندريه؟ امال اصل انا بقى كان ليا نظام، كل سنه انزل على سيدي بشر واطبش في الميه، بس عمري ما فهمت الناس اللي بتحط كرسي وتقعد تتفرج على البحر. متعه نزولك البحر ما بتقل ابدا عن متعه قعدتك قدامه، واحلى شيء لما تحاول توصل لاخر مدى فيه. هيدا الشعور كتير رح يروق لك اعصابك ويصفي لك ذهنك وتفكيرك كمان. ايوه هي بتصفي ذهنك دي، انا كنت عايز اقول كده بس ما يعني ما كنتش عارف اجيبها يعني. عشان كده جيت قعدت هنا. شكلك عم تفكر في شيء كتير مهم. اه موضوع كده شاغلني بس مش عارف اعمل ايه. ايه مش عايزه تعرفيها؟ انه بدي اتركك تفكر فيها على راحتك. بس انا بقى عايز اقولها لك، هتيجي نتجوز؟ انا بحبك وعارف ان انت بتحبيني بس مش متاكد قوي يعني. حماده بتحبيني صح؟ ما تعرفش انت عملت فيا ايه. انا كنت مش عارف افتح الموضوع ازاي يعني، كنت بفكر كده ما اقولكيش ساعات، بس خفت لابقى حمار وخايف اقول لك اكون اتسرعت، وخايف اكتر من كده ان انا اصحى ما لكيش قدامي وتبقى ذكرى بينا. حماده عن جد انا كتير حبيتك وكتير انبسطت معك ورح ضل اتذكرك، واكيد رح نضل نتراسل. نتراسل؟ حماده انا ما بدي اجرحك، مش معنات انه نحن اصحاب وعم نرتاح لبعض نقوم ونتجوز. قرار الجواز كتير قرار صعب ومهم، ولازم يكون نابع من العقل والقلب مع بعض. والعقل بيقول ايه؟ العقل والقلب بيقولوا انه نضل اصحاب. حمادة انا ما بدي اياك تزعل مني، يمكن انا رفضت اتزوجك بس انا كتير مصرة انه نضل اصحاب، وما تخسرني او اخسرك ابدا، ويمكن هيك احسن الي والك. ولا انت شو رايك؟ يلا بينا. تلاقيه ما يقصدش يا حوريه وعملها كده يا دنايا بحسن نيه. وهيجي منين بس يا ماما حسن النيه وهو مليان عنطزه وانعاره كده، وكل شويه يقعد يحسسني ان انا اقل منه. معلش ما تزعليش نفسك، هما في ناس كده عيانين بالموضوع ده، يقول لك انا اصلي فيا عرق تركي، كان الاتراك دول يا اختي مش بني ادمين. شوفي يا ماما انا بكلمك في سري مروان ده وانت وديتينا تركيا. بصي يا حوريه انا مش هجبرك على حاجه، لو انت عايزه تشتغلي اشتغلي، اذا كنت مش قادره اكبر ابراهيم هجبرك انت. بس انا يا ماما عايزه اشتغل، وبعدين يا حبيبتي انا مش عايزاكي تشيلي كل حاجه على قلبك كده لوحدك. يخليكي ليا يا دنايا وما تحرمش منك، بس برضو مش مع اول مشكله تقابل الواحد يقول مش لاعب. معاكي حق يا ماما، انا بس يمكن عشان ما كنتش متعوده على الحركات دي، بس انا اتاكدت كده لما فكرت مع نفسي ان الولد ده بيعمل الحركات دي عشان يترسم بس قدامي بيها، لكن انا بقى عشان كنت جوه الموضوع ما كنتش فاهمه. الله ينور لك مخك كمان وكمان، كلام معقول وكله عقل. وكمان حساسيتي الزياده دي هي اللي حسسته انه نجح في اللي هو بيعمله، بس انا بعد كده اي حاجه هيعملها مش هتضايق ابدا عشان يعرف ان حركاته كلها تافهه. عين العقل يا حوريه، بس انا يا دنيا في حاجه كده نطت في مخي دلوقتي. ايه يا ماما قولي. يكونش الواد ده بيعمل الحركتين دول عشان يشغلك؟ يعني هو شافني الاول واعجب بيا وبعدين عمل الحركتين دول، ده دخل بيهم عليا كده طص اول ما شافني. يبقى اصبري عليه حبه، يمكن يجي خير من وراه وساعتها نفرح بيكي. لينا وين كنتوا كل هالمدة؟ عم نعمل شوبينج. حمادة كمان؟ شو المشكلة؟ عرض علي انه يوصلني. المشكلة انه كنت تركين ترمبة لحالها، هيدي المشكلة. والله انا دهرت بعد ما الشيفت تبعي خلص. اه والشيفت تبع حمادة؟ ولي عم تسأليني لإلي؟ فيك تسأليه هو. ايه انا قلت اكيد هو الغلطان. لا
لما توصل مأخر على شغلك يا أستاذ أول شغلة بتعملها بتروح بتعتذر، هيدا بدون إنك ترك شغلك من دون استئذان، فكر هون ما في نظام، خليتني دوب اللي شفته وشفته عني وعنك بخصم من حسابي. بعد إذنك بعد ما أخلص تجهيز معاكي بقى هروح لواحد صاحبي ياخدني لواحد صاحبه عشان شغل. وماله اخويا؟ بس الاول يبقى صحي العيال عشان يلحقوا الشغل في مصنع الجولاتي. والعيال لازم تشتغل بس بيهم يلعبوا شويه في الاجازه. هو ده شغل من طول النهار هناك بيلعب وانا مش فاضي عشان اخلي بالي منهم احسن يبقوا ملخومين في حاجه. كله بيشتغل الا انا. يوه طول عمرك انت اللي بتشتغل واحنا اللي قاعدين. يعني انا دوري في الفيلم ده خلاص دح. فاشل، ده انت البطل. ربنا يجبر بخاطرك يا عواطف. عارف ايه اللي بيغيظني منك ويخليني ساعات مش طايقاك وعايزه اكلك؟ ايه يا عواطف؟ لما تتغلبن كده وتنكسر. يعني اضحك على نفسي؟ ما انا فعلا غلبان ومكسور. لا انت اللي غاوي تشوف الناس وهي بتبص لك على انك غلبان ومكسور ويتصعبوا عليك في الراحه وجايه بتبقى مبسوط. انت بتيجي عليا كده ليه يا عواطف؟ فكر يا ترى باجي عليك ليه؟ عشان حطت ايدك على خدك وكسرتك قدام الدنيا والهم اللي انت مركبه على كتافك. ده بدل ما تطبطبي عليا وتقولي لي بكره تفرج وتتعدل. لو بالكلام يا اسماعيل ما كنتش بطلت قواله، لكن اللي زينا يا حبيبي لوطوا الدنيا تركبهم اكتر. الناس كلها من عجينة وانت من عجينة تانية. مصحي العيال، يلا بلا وجع قلب يلا. حاضر. شو من امتين بتدخن؟ ادينا بنجرب. ما بدك تنام؟ مش جاي لي نوم. انت زعلان صح؟ حمادة انا ما بدي اياك تزعل. شوفي يا لينا انا محترم رفضك بس محتاجة استوعبه. أنا بدي إياك تضلك مثل ما أنت. تعالى اللي متخبى. تعالى عايز مين؟ وفي واحد ساكن هنا اسمه اسماعيل عبد الهادي. لا ما اعرفش حد هنا سنه جديده. اقعد 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 يمكن بيجيبوا حاجه من بره وجايين. ربنا يكرمك. بسم الله. بلف على كعوب رجليها من صباحة ربنا. سلامه كعوب رجليك يا اخويا. اه انت محضر صح؟ ايوه يا ست. استنى بقى اما اعمل لك لقمة كده تاكلها. ده انت تلاقيك بتلف من الصبح يا عيني. بكام الشقة؟ عيب عليك. معاك معاك ما معاكش ما يضرش. يا سلام لسه الدنيا فيها ناس طيبين. الهنا والشفا. قولي بقى هو انت جاي لإسماعيل ده ليه؟ أصل أصحاب البيت رافعين عليه دعوة طرد لأنه بقاله 6 أشهر ما دفعش الإيجار. هيطردوهم؟ أيوة طبعاً عايز يعيش سفلقة. هات قوم وماريني عرض كتافك. في ايه يا ست؟
ده انا حتى بقول عليك ست طيبه. انا مش طيبه، انا بارك بني العفاريت وامشي نجر من قدامي بدل ما الم عليك الناس واقول لك احرش فيا. ايه يا ست، هو في حد يكلمك؟ ايه امشي بدل ما سلوخك بتص الزيت يا راجل. انت هو حصل اي حاجه يا ست؟ يا راجل امشي بدل ما موتك. اما ست مجنونه بصحيح. ايش يا مشرف يا معفنه، عايزه تطردي لي انا والعيال من البيت؟ ماشي، ان ما خليت حياتك كلها اسود من قرن الخروب ما بقاش انا. يا اختي ما تطلعي فوق. معلش يا حبيبتي، اصل عندي كلمتين كده كاتمين على قلبي وعايزه اقولهم لك، وعايزه كل اللي في الحاره يسمعوهم بقى. يا ناس يا واطيه، يا ترفعوا الايجار يا تطردوني بعيالي في الشارع. يا شيخه حرام عليكي، طب اعملوا حساب للعشره للجيره، بس انتوا هتعرفوا العشره منين يا كنسة الشوارع. الله يرحم الراجل العبيط اللي نصبته عليه وخدته منه الارض وبنيته عليها البيت بتراب الفلوس. كان راجل برياله يا حبيبتي، وانت ساعتها كنت حلوه وغندوره، وابو شريف اسم الله عليه كان مركب القرايل. عيب يا عواطف الكلام ده، ان كان على الايجار انا ماليش دعوه، ابو شريف هو المسؤول وربنا يعلم. ابو شريف اسم الله عليه، ما الناس كلها عارفه انه راجل بنطلون طرطور، وان الشرى شرتك يا مقشفه. بس هقول ايه، ما هيش غريبه عليكو، اذا كنتوا من اولكو لاخركو سلسال معفن. بالحق يا حبيبتي، الا زي اختك مش دي اللي كانت هربت مع العرباجي ورجعت بعديها بسنه شايله عيل على كتفاها وشربتها للدغاف بركات؟ حرام عليكي يا عواطف، دي بيوت مفتوحه وكلامك هيخربها. يعني عايزين تطردوني بعيالي في الشارع واضرب لكم تعظيم سلام؟ ده انا هقول فضايحكم كلها يا الماما يا شبعه من بعد جوعه. فاكره يا اختي اخو جوزك اللي كان بيسرق الجزم من قدام الجوامع وياخدها يا اخويا ويلمع ويورنش ويقف بيها في العتبه يبيعها؟ فاكره ولا نسيتي يا اختي؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا عواطف. بتحاسبيني عليا يا بنت اكليني السحت؟ الله يرحم امك اللي اول ما جت من البلد كانت بتنفخ في لمبه الكهرباء عشان تطفيها، ولما خدت شويه على المنطقه بقت تعدي على البيوت اللي عايزه تغسل واللي عايزه تمسح. الله يرحمها ويبشبش الطوبه اللي تحت راسها. ماتت يا اختي وايديها مبريه من الغسيل على الطشوت. يا اختي طالعين فيها على ايه؟ ده انا لو منكو اتدرم الحته باللي فيها، ده انتوا سيرتكو ولا زباله الشوارع. صباحي بالخير يا حبيبتي يا ام شريف، لو عايزه حاجه انا قاعده تحت يا اختي ابن دهيلي. خد دي يا عماد من ايد حماتك. خد يا عماد من ايد حماتك، مفيش. خد يا ابو العيال يا وليد، يلا لسه خاطب بنتي. مني ليك يا عمي. يا اخويا كل هو يا مكل. مكل؟ لا، قول يا عماد اخبار الجهاز ايه؟ عديت على النجار النهارده لقيته ناصب الاوضه، فاضل التشطيب والدهان. والاجهزه؟ في الشغل هيفتحوا معرض للسلع المعمره الشهر الجاي، وانا قلت الاثنين اصحابي يخشوا معايا عشان مرتبي مش هيكفي الاقساط. الا قول لي يا عماد، هو انت مش راكن حاجه على جنب كده للزمن؟ والله يا حماتي انا ما كانش في دماغي لا جواز ولا دياوله، كنت ماشي على مبدا الله جاب الله خد الله عليه العوض. شكت يعني يا عزه، ما حدش سمع لك حس.
بس شايفاكوا جايين قوي على الراجل واحنا ما عملناش حاجه من اساسه، فهقول ايه؟ يخيبك بيت. طب ده احنا لو حتى كده المفروض تدار علينا، وبعدين انا قلتها من الاول انا مش هعمل غير اللي اقدر عليه. بس ده ما كانش الكلام اللي قالته عواطف. ايه دخل عواطف في الموضوع؟ الكلام كنت انا وعماد. يعني كل اللي هجيبهولي رفايع على المطبخ وشويه الملايات وبقيت الشقه افرشها ايجاريت؟ ما بت قومي كده يا فمك قومي. هي كلمه الحق بتقف في الزر؟ عموما ما تقلقش، خالتك اعتدال عامله جمعيه مع ست ام احمد، اول ما نقبضها ان شاء الله هنكمل حاجتنا. ربنا يعمل اللي فيه الخير يا عمي. فين الورقه اللي جابها يا عواطف؟ لا انت عايزها في ايه؟ ما انا عرفت اللي فيها من المحضر وخلاص. عرفت ان الاعلان ده حكم ولا جلسه؟ ها؟ واذا كان جلسه، الجلسه دي تبقى فين وامتى؟ لا طبعا ما اعرفش، الحاجات دي مهمه يعني؟ امال ايه المهم؟ انك تطلعي لام شريف وتشرحي لها. اسكت، ده انا ما خليت لهاش، خليت اهل الحاره كلهم اللي مشير يتفرج عليها. انت فرحانه قوي يعني؟ والغزه دي هنحلها ازاي؟ بص، هو قال ان احنا بقالنا 6 اشهر ما دفعناش الايجار، عشان كده هم عملوا لنا دعوه طرد. وانت فعلا بقالك 6 اشهر ما دفعتيش الايجار؟ اه، اصل انا رحت لوليا ابو شريف، طلع يا ولي خدي الايجار، لا لازم تدفعوا 60 جنيه، قلت لا حبيبتي ما ينفعش، هتاخدي الايجار على قديمه، رجعت تاني قالت لي لا. ايوه قلت لها وقالت لك في الاخر دفعت الايجار ولا لا؟ الله، ما هي قالت لي لا، بقول لك رحت سايباها وماشيه ودبيت الفلوس في جيبك. يا فرحه كان لازم الفلوس دي تدفع في المحكمه. يوه، يعني في الاخر برضو طلعت انا اللي غلطانه، مش ده اللي انت عايزه؟ لا يا عواطف، انا مش عايزك تترمي انت وعيالك في الشارع. بدينا بالهم والهم مش راضي بينا، مش كفايه ساكنين في بدرون مش شايفين منه غير جزم الناس طول النهار؟ لا منا يا عواطف، وفي الاخر احسن من الشارع. يعني عايز نعمل ايه دلوقتي؟ ما تعمليش حاجه، انت عملت اللي عليكي وزياده. وانت عملت ايه يا حبيبي؟ لقيت شغل؟ لا لسه بدور. دور يا اخويا دور. انت بتقطميني يا عواطف. ما انت عمال تقطمني من ساعه ما جيت. طب استنى بس، رايح فين؟ استنى حقك عليا. انت رايح هستنى ابو شريف على القهوه، جايز اعرف احلها. طب لو ما سمعش كلامك يبعت لي انا حاجه اتصرف معاه. спасибо я наелся. Yeah.